الناس ما بتعترفش غير بالقوة. اللي عنده القوة بيمتلك العالم. فكر على مهلك ويبقى اتصل بيه. غادة دي انا هتجوزها. انا ممكن اخليك مليونير في 24 ساعة. بقول لك ابعد عنها يا فؤاد عشان ما ازعلكش. ساعتها هيبقى معاك القوة ولا أي حد هيقدر يقف في طريقك. خلي بالك من زعله، لأن زعله وحش قوي. أنا أصلي لو كنت شفتك قبل كده ما كنتش عتقتك. مستعد أحقق لك أحلامك، بس لازم تدفع الثمن. الحقني يا كير. مش عيب ابدا انك انت تقتل، انما العيب الحقيقي بقى انك تتقفش. اي حركه منك او منهم هنسف في دماغك. وحياه امي لاجيبك. ايه خايف؟ في اعداد. انت مش ملاحظ ان اسئلتك بقت كتير؟ لازم اسال عشان افهم. خلينا نخلص من المصيبه اللي قدامنا دي. عاوز تلعب يا شاطر ابقى العب مع اللي قدك. واضح ان نفسك قصير ومش هتقدر تكمل معايا المشوار.